رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة فيلم مراتي مدير عام. من كواليس فيلم مراتي مدير عام، رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة الفيلم. فيلم مراتي مدير عام يعتبر من أهم الأعمال الفنية التي جمعت كل من الفنانة شادية وزوجها الفنان صلاح ذو الفقار. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن بطولة الفيلم أسندت في بداية الأمر إلى الفنان رشدي أباظة، وتقاضى عربون مقدم على بطولة الفيلم. ولكن بعد زواج شادية من صلاح ذو الفقار، وجد الثنائي أنه من الممكن استثمار زواجهما في بطولات مشتركة بينهم، ولم يجرؤ أحد على إبلاغ رشدي أباظة بقرار استبعاده من الفيلم. وفي أول يوم تصوير للفيلم في استوديو نحاس ودون علم رشدي أباظة، اتفاجئ العاملون بالفيلم بحضور رشدي أباظة إلى الاستوديو. وقبل أن يدخل لمكان التصوير، هرب جميع العاملون والأبطال إلى غرفهم خوفا من رد فعله. ليدخل رشدي أباظة إلى بلاته ويجده قد خلى من جميع العاملين. وبعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي أباظة وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل بديكور الفيلم. وتوقع العاملون أنهم سيخرجون من غرفهم ليجدوا رشدي أباظة وقد أحرق الديكور أو حطمه، ولكنهم اتفاجئوا جميعا بوجود باقة من الزهور. ودعاها رشدي أباظة داخل الاستوديو وإلى جواره 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم وورقة مكتوب بها: أخي صلاح، أتمنى لك التوفيق. وبعد تلك الواقعة ونجاح فيلم مراتي مدير عام، لم ينقطع عمل شادية مع رشدي أباظة، حيث تخطي الموقف وقدم نجاحات سويا. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس ثقافة ومعلومة، تابعونا